واحد شاي كشري. وانا لو مش من هنا يعني وبدور على شغل تشور عليا بايه؟ اشتغلي اشتغلي ايه؟ في الخدمه يعني؟ حاجه كده. في حد قريب؟ لا انت هنا في المنتزه مفيش الكلام ده. انت لازم تطلعي بره المنتزه اصلا. تطلعي بقى هناك في مكتب الحاجه ام صباح. ام صباح مين دي يعني؟ خدماتيه؟ طب وسمعتها ايه دي؟ محترمه ومتدينه وتعرف ربنا وبتحب البنات المتدينه. طب ينفع اروح لها دلوقتي؟ لا ده النهارده الجمعه. انت تروحي لها بقى بكره السبت من بدري. بكره السبت؟ نهار اسود هبات فين انا؟ انت لازم تطلعي بره المنتزه وتدوري على مكان تتوي فيه لان المنتزه ما فيهاش بيات اصلا. طب وعنوانها ايه الست دي؟ اشربي الشاي وانا ادلك على عنوانها. شكرين. جنب منه بالظبط الصعيد بتاع الجيلاتي، فوق منه الدور الاول مكتب الحاجه ام صباح. ان شاء الله تساعدك. والله يا حبيبتي انا مش عارفه اقول لك ايه، بس انا ما اقدرش اشغلك من غير بطاقه. الشغل عندنا ليه اصول. معلش. الحمد لله على كل حال. الحمد لله على كل حال. انا يا حاجه لو تسمحي لي يعني اقوم اتوضى واصلي الظهر وبعدين امشي. تمشي تمشي تروحي فين؟ اروح ادور على بيت عمتي ده اللي مش لاقيه بقالي يومين. استغفر الله العظيم يا رب. طب بقول لك ايه، قومي انت توضي وصلي وبعد كده نشوف هنعمل ايه. اعملي حسابك مش هتمشي من هنا. يعني هتشغليني؟ ان شاء الله هتفضلي في المكتب هنا معانا. وبعدين بقى اقول لك هتشتغلي ايه بالظبط. إلهي يسترك ما يفضحي. آمين. إلهي يجازيكي بيا بكل خير. آمين. إلهي يا رب يوصلك على من يعدي. الله العظيم يا حبيبتي أنا ما عملتش حاجة. أنت هتركبيني كده ذنوب. طب يا أصلي فين يا حاج؟ بص يا حبيبتي آخر الطرقة كده في حمام. اتوضي وبعدين هتلاقي على إيدك اليمين كده الأوضة اللي تصلي فيها. حاضر. عن اذنك يا حاج. اتفضلي يا حبيبي. ربنا يخليك يا رب. ربنا يسعدك يا رب. ربنا يبعد عنك عدوينك يا رب. لا قوه الا بالله. يا زينب. زينب. ايوه يا حاج. انا همشي بقى يا حبيبتي. طيب يا حاج. وهقفل عليكي من بره زي ما قلتلك ومش هتخافي وانت قاعده لوحدك. ربنا معايا يا حاج. يا حبيبتي ربنا معاكي. بقولك ايه، تقفلي الشبابيك والازاز وتطفي الانوار. حاضر. فهماني؟ حاضر. سلام عليكم. بامان الله يا حاج. الله يخليك يا حبيبتي. مع السلامه. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. يا ابني بقالك سنتين غايب عني.
ويوم ما تحب تشوفني بقى عايز تستلف فلوس. اعمل ايه بس يا عم؟ الايام دي الدنيا معكوكه معاها على الاخر. والله على الناس كلها يا ابني. بس انا اتجوزت. اتجوزت؟ يخص عليك يا ند. انا ما اعرفش، هو انا مش في مقام ابوك؟ والله العظيم ثلاثة كده جت على الضيق وفي السريع، ما انت عارف الجواز كله التزامات. من غير ما تحكي كتير، انت اول ما كلمتني في التليفون وقلت انك عاوز تقابلني عرفت انك عاوز فلوس. خد يا عم ادي 150 جنيه اهم، عشان لما تقصدني في حاجه ما ينفعش اقول لك لا. 150 جنيه مره واحده؟ على العموم تشكر. ما قلتليش الجوازه دي حصلت امتى وفين؟ لا دي حكايه طويله احكيها لك المره الجايه. تسمع 150 جنيه. سلام عليكم. عليكم السلام. جميلة. أنا اسمي عسلية. لا عسلية إيه، أنا اسمي زينة. وأنت اسمك إيه؟ أنت لازم تستحملي معايا. لازم تستحملي. احنا كده شكلنا ملناش غير بعض. يا ترى الدنيا مخبيه لنا ايه؟ I need servant, okay, to come with me to Sharm el Sheikh, and after that, come with me to Cairo. Okay? Yeah? Yeah? Let me ask Umma Sabah, because she is the manager here. Okay. بتقول لك عايزة واحدة تقعد معاها في شرم الشيخ وتكمل معاها على القاهرة. هي بتتكلم ايه يا بنت؟ مين؟ هي بتتكلم ايه؟ بتتكلم انجليزي. انجليزي؟ وانت بتعرفي انجليزي؟ الحق يا اخويا. طيب شوفي بقى، سيبيني يومين يومين ها، وكلميني بعدها اكون انا شفت بنت لهلوبه. You called the office two days after. Okay, I'm gonna call the office after two days. Goodbye. يا زينب انت بتتكلمي انجليزي يا بنت؟ طب عرفتيه ازاي وامتى وليه؟ بتكلم يعني هبقى احكي لك قصه كده. استاذنك انا بقى 5 دقايق اروح اصلي العصر وارجع. طيب يا اختي روحي يا حبيبتي. انا كنت لقيتك على الارض امبارح وانا بوضب المكتب. انتي مين؟ عن اذنكم اتفضلي. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. يا جيك سفياني بتتكلم انجليزي يا حاج صلاح؟ قوي قوي. ده ايه ده؟ ده انا معايا معهد سنتين لاسلكي ومعرفش اقول كلمتين على بعض من اللي هي قالتهم دول. لا والله البت دي ممتازه قوي قوي قوي، وهديه من عندك يا رب احمدك واشكر فضلك. بقول لك ايه يا حاجه؟ شوفي كده بطانيتين قدام
وكم هدمه من عندك يعني تكوني مش بتستعمليهم دلوقتي وديهم لها عشان هي عيني بتنام في المكتب والدنيا برد عليها قوي. والله يا حاجه انا عندي بطانيتين في المكتب وجداد مش قدام ومديهم لها بتتغطى بيهم في المكتب، ومع ذلك حاضر من عينيا الاثنين انا هجيب لها هدوم مش قديمه، هدوم جديده محترمه كمان. ربنا يبارك. الله يخليك. طب بعد اذنك يا حاج معلش اسمح لي صلاح. اتفضل. ايه انا بس عايز اشارك كده باي حاجه، هات لها اللي انت عايزاه، دلاليب لبس اللي انت عايزاه، انا عايز اخد الثواب ده. ماشي ماشي يا محروس من عينيا الاثنين، ربنا يديك على قد نيتك يا رب ويديك ثوابها ان شاء الله. ربنا يخليك. سلام عليكم يا حاج. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لا 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 لا, لا زعلان منكم والله، مصوعيني من غير اكل لحد دلوقتي. لا يا حاج اوعى تزعل، معلش حقك عليا، انا بس كنت مع زينب بشتري لها شويه هدوم. انا السبب يا حاج. هو ليه يوم الكلام كنت بضحك معاكي بس. هاتي السندوتشات يا زينب وتعالي ناكل سوا انا وانتي والحاج. لا معلش اتعشى انتوا، انا لسه هصلي العشاء ومتوضيه الحمد لله. اصلي فين يا حاج؟ قبل الله يا بنتي. بصي يا بنتي انت ظهرك للشباك القبله كده على طول. والسجاده عندك على ايد الكرسي. قبل الله باذن الله. اذنكم. اتفضل يا حبيبتي. تعالى اقعد انت بقى. ايوه عشان تصلي براحتك. ايوه ربنا يكرمك يا حاج. الله يخليكي. اديك بقى السندوتشات لحسن انت جعان. خد. انا عايز اطلب منك طلب يا حاج. امري. يعني انا بفكر كده يعني ان زينب تيجي تبات معانا هنا. اصل بصراحة يعني المكتب برد قوي وانا صعبانة عليا والبنت باين عليها بنت ناس ما اتمرمطتش قبل كده. اللي تشوفيه حاجة تحت امرك. ربنا يخليك ويرضيك يا حاج. يا زينب يا بنتي يعني بسم الله ما شاء الله انا شايفك يعني حلوة وجميلة وزي القمر ومتدينة. انت ما اتخطبتيش قبل كده؟ هيحصل امتى وفين يا حاج؟ احنا ناس على قدنا ولا لينا اصحاب ولا لينا قرايب، وبعدين في الاول وفي الاخر ده نصيب. عندك حق يا بنتي عندك حق. يا راجل اللي انت قلته لك ده كسفت البيت. ولا كسفتها ولا حاجه، مفيش اي حاجه يعني، انا بس كنت بسالها السؤال ده عشان ليا غرض منه. ماشي يا ابو غرض ماشي، بس بقول لك على حاجه انا حبيتها قوي. وانا كمان علشان متدينه تعرف ربنا حق معرفته. صح. ربنا يبارك فيها في أمثالها يا رب. وفينا يا رب كمان. إن شاء الله يا ست. طلعت عيني الراجل وأنا بنقي البتنجان صغنن كده، أصل الواحد على البق على طول. ايه يا بنت الخاتم الرجال اللي انت لابسه ده؟ ده كبير قوي وشكله وحش قوي على ايدك. ده بتاع ابويا الله يرحمه، اصل انا حبيت افتكره والبسه له على طول، هفضل لابسه لغايه ما اموت. لا اله الا الله يا بنتي، معلش انا ما كنتش اعرف، بس يظهر ابوكي كان بيحبك قوي. الله يرحمه. الله يرحمه. هقوم انا بقى اسلق الفراخ على ما انت تخلصي حشو المحشي. النبي يا حاجه خلينا انا اللي اطبخ النهارده، انا اكل حلو هيعجبك، ده انا شاطر. انا عارفه انك شاطره، وصراحه انا بتلكك. انا كمان ماليش نفسي اعمل حاجه النهارده، وانت بقى عايزه ادوق اكلك بقى وطعامته. اصل انت بتفكريني ببنتي صباح، ربنا يطمني عليها دايما يا رب يا رب. انا مطلعه فرختين جوه، اصل محروس اخو الحاج صلاح هيجي يتغدى معانا النهارده. شكله طيب قوي. والله انتوا عيلة كلكم طيبين ولاد حلال. والله هو طيب قوي وغلبان قوي وحظه قليل قوي. عارفة مراته ماتت من مدة كده، ومن ساعتها ما شمش أي ست. يا عيني هي كانت عيانة؟ لا يا أختي، نامت ما صحيتش الصبح. 7 سنين متجوزها وما خلفتش، ومع ذلك كان شايلها في حباب عينيه، وكان راضي باللي قسمه ربنا. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يرحمه. على فكرة يا سلام
تقول حاجه تانيه يا لا يا حبيبتي ده كده تمام قوي تسلم ايديك سمي بقى واقعدي كلي يلا كتر خيرك يا حبيبتي لا لا ما ينفعش يا بنتي اقعدي ده احنا اهل اقعدي ما تقعدي تاكلي ما تكسفهمش ولا انت مكسوفه مني اقعدي كلي عشان يبقى عيش وملح نشوف بقى عمايل زينب ها الله تسلم ايديك يا زينب قصه بجد انت عمرك ما قلتي على اكل حد حلو قوي اشمعنى دلوقتي يعني لا حلو قوي كل يا بنت مش مكسوفه يا سلام الله 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 قوي قوي يعني خدي طب خد كده دوق خدي بسلام لا 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 رز وفلفل بيعجبني قوي بس طب خد بسلام خير هاكل هاكل دلوقتي كل حاجه بقول لك ايه يا بنتي يبقى فكرين انك انت تديني اسمك واسم والدتك علشان ليا واحد صاحبي في السجل المدني علشان يطلع لك بطاقه وشهاده ميلاد بدل اللي ضاعوا منك انا اسمي زينب احمد محمد احمد حسين حلو ووالدتك نعمه سيد خليفه كويس قوي يبقى اكتبيهم لي كده في ورقه عشان انا بنسى الواحد عقله مش دفتر طبعا. والله حاضر يا حاج حاضر بتاكل بتاكل يا محروس ما تاكلي يا زينب امسك يا محروس تسلم ايدك يا حبيبي يلا يعني ايه يا حاج؟ يعني مش هنعرف نطلع لزينب بطاقة؟ لا حول ولا قوة الا بالله. ده انا بقالي شهر على الحال ده. يا دي الكسوف اودي وشك منك وفين؟ ليه يا حبيبتي ليه بس؟ ده انت في بيتك هنا وفي عينينا، ده انت مليتش عليا البيت بدل بنتي صباح. مفيش حاجة يا بنتي بس هو في مشكلة صغيرة كده ان اسمك متشابه مع اسمين. وكذلك اسم والدتك متشابه برضه مع اتنين ستات، واحدة من المحلة والتانية من سوهاج كده على قد ما افتكر. وأنت كمان كنت قلتي لي إن البطاقة الشخصية بتاعتك اللي ضاعت منك كانت طالعة من اسم عين شمس. طب ما أقول لك على حاجة صباح. قول يا. طب ما إحنا ممكن نعمل لها بطاقة جديدة خالص باسمها. وشهادة ميلاد جديدة زيها برضه على إنك ساقطة قيد. هو كده ينفع؟ لا كله بينفع. بالفلوس بينفع، بالمعارف. بالحب كله بينفع مفيش حاجه هنا بتنفعش بس هو كده يبقى حلال يا حاج الضرورات تبيح المحظورات يا حاج وبعدين انت مش بتقولي ان هي بنت ناس وانت ضمناها وزي بنتك يا لهوي دي بنتي فعلا طب هتسيبيها كده بلا هويه خلاص بقى يا زينب مقضيه باذن الله بس انت بقى روحي هاتي لنا السمك قبل ما يتنقض حاضر يا حاج وهركب المشروع من ناحيه البحر صح؟ برافو عليك يا اختي فالحه وليه ما انا اوصلها ما انا كده كده نازل حلو قوي ده جات لك توصيله على الجاهز خلي بالك من نفسك حاضر يا حبيبي ونقي السمك طازه وحلو هعمل كده خلي بالك عليها دي امانه عندنا يا ابني فنان صلاح يا السلام عليكم حاج سلام السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته هرجع لك انا تاني اكلمك برضه ماشي مستنيك شكرين احسن بتعملي ايه؟ ما الحاجه مدياني فلوس والله العظيم يا احسن ماشي خلاص السلام عليكم بس انا خايفه على الحاجه تزعل من ايه؟ عشان ما اشتريناش السمك من الحلقه زي ما هي قالت يا ست ما تخافيش الراجل ده حاجته بتطلع من البحر طازه وانت نقيه كام سمكه حلوين ولسه لما تدوقوا عمايل ايديا يا ستي تسلم ايدك من قبل اسكندريه حلوه قوي اسكندريه طبعا عروسه استاذ محروس هنا ينفع اطلب منك طلب؟ انت تؤمر هو مرسى ابو العباس قريب من هنا؟ مرسي؟ يعني مش قوي خير اصل كان نفسي اروح ازوره واقرا له الفاتحه ينفع؟ ينفع طبعا بجد؟ طبعا انت بتحبي بقى تزوري الاولياء وكده؟ هو ده بقى ست المرسى ابو العباس بسم الله ما شاء الله انا هنزل اصلي بقى يبقى ادعي لي معاكي بقى ايه ده انت مش نازل معايا؟ انا استناكي هنا ماشي ما تأخريش يا زينة حاضر استناكي
انا شغلتي نلف في الشوارع ونقابل الناس. يعني بنعرف في البني ادمين. وزينب دي روحها طيبه والله. والله يا اخويا انا شايف اللي انت شايفه بالظبط. بس قول يعني لو تدي لنفسك فرصه شويه تفكر. افكر عشان يحصل ايه يا صلاح؟ البنت مقطوعه من شجره وقاعده معايا. ايه اللي هيتغير؟ طب هنسال مين طيب عشان نعرف عنها حاجه؟ وبعدين بيني وبينك اخويا انا ما صدقت ان قلبي مال لواحده بعد ما رفعت الله يرحمها. بص يا صلاح اتكلم الحاجه ام صلاح خليها تسالها اذا كانت توافق تتجوزني ولا لا. من عينيا واللي فيه الخير ان شاء الله ربنا يعمل. لسه؟ لا ده انا لسه كنت هصلي. طيب انا عاوزاكي في كلمتين. اقعدي. صلي على النبي. عليه الصلاة والسلام. محروس اخو الحاج صلاح عايز يتجوزك. ايه رأيك؟ لا اله الا الله. انا بقالي عندكم بس 3 اسابيع ومعرفش محروس. وبعدين ده ما بيصليش. يوم وصلني سوق السمك طلبت منه ازور المرسى ابو العباس وقام وداني وفضل واقف على باب الجامع وانا كنت مستنيه يدخل يصلي وما صلاش وكان وقت صلاه الظهر. طب انت مش بتصدقيني؟ محروس ده مفيش اطيب منه. لو لفيتي الدنيا كلها مش هتلاقي راجل في طيبته. طب ده اللي عمله مع مراته الله يرحمها مفيش راجل في الدنيا عمله. ده كان شايلها على راسه شيل. غير كده بقى محروس عنده شقه ملك وعنده تاكسيين. هو مش بعيد عن ربنا ده قريب منه قوي. بس ساعات الراجل كده بيحتاج زوجه صالحه تدفعه كده وتعدل حاله ان شاء الله. وانا ما بضغطش عليكي. انا بقول لك فكري وقولي لي رايك. هو أنا عايزة أسألك سؤال يا حاج. اسألي يا حبيبتي. هو أنا لو ما اتجوزتش محروس هتزعلي مني؟ لا إله إلا الله. ليه بتقولي كده؟ جوازك من محروس حاجة وحبي ورعايتي ليكي حاجة تانية خالص. وسواء اتجوزتي محروس أو ما اتجوزتهوش أنت بنتي هتفضل عيني عليكي مراعياكي برضه بتحبك. ربنا يخليكي ليا يا حاج. اسم الله عليكي يا حبيبتي. لا إله إلا الله. ليه يا حبيبتي كده؟ ده انت زي صباح. ده انت بنتي. ربنا يخليكي ليا يا حاج. حبيبتي كده تمام. تسالي 50 جنيه. امور يا فندم؟ لا هو مفيش دكتوره ست هنا؟ لا فيه. ماشي هستناها. تعالي يا دكتوره منار. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضلي. هو انت لازم تسمع؟ ممكن تمشي لو سمحت. انا عرفت انه بيتباع عندكم يعني حاجه كده مستورده. ايه هو دواء؟ لا هو مش دواء. امال ايه؟ اصلا انا هتجوز. الف مبروك. الله يبارك فيكي. فهمتي؟ لا انا اصلا ما فهمتش. مش تقولي عندي الهندي ب 480 وعندي تايلاندي ب 800 وفي حاجه صيني ب 300 جنيه. صيني صيني. سلام. اتفضلي يا عروسه. ايه ده؟ مش انت؟ فين؟ تعالي يا حبيبتي. خش برجلك اليمين. نورت بيك. اتفضلوا يا جماعه، اتفضلوا.
تجري كده على طول. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، الف الف مبروك. الله يبارك. الاكل عندكم اهو، عايزاكم تخلصوه كله ان شاء الله. الف مبروك. تسلم ايدي. الف مبروك يا حبيبي. حبيبي يا اخويا. الف مبروك. الف مبروك يا زينب. جدع ربنا يبارك فيك يا مصطفى. عايزين العيال تملى البيت. ها يا رب. فاهم ولا ما انتش فاهم؟ شد حيلك. مبروك. مبروك يا معلم. ربنا يهدي سيرك يا رب. ربنا يتمم بخير يا رب. الله يبارك فيك يا جماعه. متشكرين. تعالى يا رب شيلنا وسط الهنا. يلا. نجاملكم في الافراح. سيبوا العرسان لوحدهم. يلا. 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 نجاملكم في الافراح ان شاء الله. الحمد لله. الحمد لله يا رب. الحمد لله. ايه ده؟ تعالي هنا يا بت، ايه اللي موقفك هنا؟ يا هلا، تعالي خدي بنتك. عايزة اقعد معاهم شوية. مفيش شوية ولا شويتين، يلا يا بت يلا. يلا. بس خلصي الأكل كله. حاضر. حبيبة صلاح. كانش راضي يقفل. نورتي بيتك يا عروسة. ايه رأيك في الشقة؟ حلوة. والله انت اللي حلوة وزي القمر. أنا عايز نقولك على حاجة. يمكن يكون الوقت مش مناسب. بس هنقولك. أنا كنت بحب مرات الله يرحمها. أكتر من أي حاجة في الدنيا. ولما ربنا افتكرها قلت خلاص. مفيش واحدة ست ممكن تخليني أفكر أتجوز تاني. لحد ما شفتك ساعة ما كنا في المكتب. عارفة؟ حسيت بإحساس غريب كده جوايا. عارفة طلع إيه؟ إيه؟ إن قلبي حبك يا زينب. صحيح إن يعني ما عرفناش بعض الفترة الكافية، بس أنا حاسس إن إحنا هنكون مبسوطين أوي مع بعض، ونخلف يجي 15 عيل. بس أنا في حاجة لازم أقولك عليها يا محروس، وما ينفعش أخبيها عنك. حاجة اللي ما ينفعش تخبيها عني يا زينب؟ أصلاً أصل أنا مش هينفع أعيش مع واحد مش قريب من ربنا. أنا عايزك تصلي يا محروس. يا ست أصلي. عايزة نصوم اثنين وخميس كمان. عايزك تأم بيا وأصلي وراك عشان ربنا يكرم الجوازة دي. إن شاء الله هيكرم. ده أنت وش الخير. يا بنت طمنيني عليك، ليلتك عدت تمام؟ يا بنت اتكلمي وريحيني. ما تتكلمي بقى. اقول لك ايه بس يا حاج، ده انا امبارح كنت هموت من الخوف. وربنا كان باين عليكي. طب عارفه والله انا ما نمت طول الليل من قلقي عليكي. بس امانه الله يا حاج، محروس ده طلع طيب وابن حلال قوي. الا قولي لي، هي مراته بقى لها قد ايه ميته؟ بقالها كده يجي سنتين، وعارفه من ساعتها ما شمش ريحه ست. بس بقول لك ايه، محروس جوزك ده ايده سايبه، انا مربياه وعارفاه. عارفه ده لو كان وقع روحه كان زمانه بنى عماره. ما هو باين. الله اكبر عليه، ده كريم قوي. بس لازم بقى تاخدي بالك منه. انت سنه والتانيه هيبقى عندك عيل ولا عيلين، رتبي حياتك بقى يا حبيبتي. على مهلك عليا شويه يا حاج، انا ما اتجوزتش قبل كده يعني عشان نعرف اللي المفروض واللي مش مفروض يتعمل. انت بس فهميني وانا هنفس. هقولك جو حلو قوي النهارده والبحر جاي. قلت اجيب بقى شط عايده، ده انضف شط في اسكندريه كلها. بس انا عايزك تاخد بالك عشان شكلك داخل على دور برد. لا مفيش، ده زبون امبارح رخم خرجنا عن شعوري. معلش يا اخويا. فين البتاع؟ هنقعد هنا بقى. ما نقعد هنا. هو عادي هنا ولا هيطردونا ولا ايه؟ يطردونا مين؟ ده ليا معارف هنا وحبايبي كتير. خش زي الباشا.
ماشي يا باشا. اقول اللي ايدك مخرومه وكان ممكن بدل التكسير يبقى عندك عماره زي ما ام صباح قالت لي. فين مخرومه بس؟ ما زي الفل يا ستي. هو احنا نعيش مرتين؟ هي مره واحده والحمد لله انا مستوره معايا ومرزق. دي نعمه ولازم نتمتع بيها. سيبك من كلام ام صباح، كل واحد يعيش على الطريقه اللي تريحه. شكلك كده على طول هتعمل اللي في دماغك وتقولها على يقنعك بس. لا خالص، احنا نتكلم ونتناقش والاصلح لحياتنا يمشي. برضو يعني مش هقدر انكر كلامك حلو، وانا مش عارف اقول لك لا على حاجه. طب انت بتضحك عليا؟ انا بتكلم بجد والله. طب يا ستي خلاص، انا مش هتناقش معاك في حاجات ايه اللي انت عايزاها مني. حلو كده، ربنا يفرح قلبك ويقدرني ان اساعدك واهنيك. هو انت ايه حكايه الخاتم اللي انت لابسه فيه؟ تاني؟ وانا قلت لك ده بتاع ابويا، وانا قررت ان انا عمري ما هقلعه من ايدي. الله يرحمه، انا كان نفسي اشوفه والله. هو كان كفيف بس كان طيب، وبيصلي وما بيفوتش فرض. كان كلامه حلو يدخل قلبي كده يطمنك. مكنتش بمل من القعده معاه. متهيألي كل الأبهات لازم يبقوا زيه. هو كان راجل جميل واسمه جميل. هو مين ده اللي اسمه جميل؟ انت مش قلت لي ان ابوك اسمه احمد محمد. هو ما انا احكي لك، هو كان له اسمين، اصل انا ابويا كنا ما بينا يعني بندهله جميل، بس في البطاقه والورق الرسمي كده كان اسمه احمد محمد. كنتوا بتدلعوه يعني؟ طب ما انا كمان ليا اسمي. بجد؟ واسمك ايه بقى غير محروس؟ روسة، بس اصحابي القريبين بس هم اللي بيندهوني بيه. روسة؟ انت قولي لي يا روستي. امسك كده. روستي ايه؟ محروس كده احلى وارجل، مش عاجبني روسة ده. يبقى محروس. اه يا سلام، انا عايز اكل دي. عيب كده قدام الناس. يا ستي احنا براحتنا، محدش حاجه عندنا زي. الهامي، هي الناس ماشيه مالت كده ازاي؟ انت عايزهم يمشي ازاي؟ ده صيف يا زينب، الناس على الشط. قول لي صيف، عيب تقول كده يا محروس، انت متدين وتعرف ربنا، استغفر الله العظيم، برضه الستر حلو. انت بتبص على عادي عادي. هو ايه اللي عادي؟ ايه المشكلة؟ الناس فاتحة هنا بحر، انت رايحة مرسى ابو العباس. ده خطوتين من هنا استغفر الله ربي واتوب اليه. هات كده. حرام. طب مش كنت تستني نصلي سوا؟ لا ده مش العشاء، انا بصلي ركعتين شكر لله، اصل ربنا كرمني بيك يا محروس. والله العظيم ربنا كرمني انا، ده انا حاسس ان انا دخلت الجنه. انا هروح نحط الشاي على النار ونرجع نصلي سوا. خليك انت، انا هعملهولك. انا عايز اعمل لك شاي بايدي. الحمد والشكر ليك يا رب. والشاي الشاي الشاي اعمل لك يا حبيبي الشاي، بعد ما شفتك كنت الشاي يا حبيبي يا حبيبي الشاي 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 الشاي. ايه يا محمود؟ يا بنت الكلب، يا بنت الكلب، اوعي تحلفها! عشان خاطري لا احكي لك. تحكي لي ايه يا زين؟ ما تقتلهاش. ما تمسكهاش! سامحني. ما تعملش كده، بتتخض. يخرب بيتك يا زينة، يخرب بيتك يا زينة. دي تبعك يا زينة. خضتها. ما تتخضيش حبيبتي، ما تتخضيش،
تزعليش. حد يربي سحلية يا زينب؟ دي حرباية. أهلا وسهلا. شيليها بس من قدام، أنا مش قادر نبص لها. ليه دي غلبانة؟ لا بتهش ولا بتنش، مطرح ما بتحطها بترضى وبتوافق. والله العظيم. طب يبقى هاتيها تنام جنبنا يا زينب. دي مخليها معاكي ليه؟ أصلي أصل أنا أي حاجة بحلمها بتتحقق. وأنا حلمت بيها. بالحرباية؟ آه. جاتلي في المنام وبتتكلم. قالت لي إيه بقى؟ لا دي رؤية كده. قالت لك إيه الحرباية يا زينب؟ قالت لي إن لو صاحبتها ربنا هيبعت لي أيام حلوة ويسعدني. فتاني يوم وأنا على الكورنيش بفطر رحت شفتها فافتكرت الحلم. فروحت جايباها وجاي على طول. وبص ربنا حقق الحلم وأكرمني بأجدع راجل وبيت وعيلة. ادعي بس معايا محروس ربنا يكمل الحلم ويحققه وتفضل معايا طول العمر. ربنا ياخدها. بص حلوة لونها بتتغير. حلوة ايه بس يا زينب؟ حلوة ايه يا زينب؟ بتقولش كده بقى، ده هتتعود عليها. بص الله سمع الله لمن حمده. الو، هو ده رقم عم جميل؟ طب معلش اصل الرقم اللي انا حافظاه متلخبط في دماغي. انا اللي كلمتك امبارح يا سيدي، متاسفه. معلش انا اسفه. على السلامه. جميل انا عسليه، وحشتني قوي. تليفوني ضاع وما عرفتش اوصل لك، حاولت اكلمك كتير. عامله ايه يا عسليه؟ انا كويسه. ازيك؟ انت كويس؟ كويس الحمد لله. لوحدي يا عسليه؟ قاعد في نفس المكان اللي كان الحسن بيحبه. انا كنت فاكرك نسيتيني خلاص. نسيتك ازاي يا ابو ده؟ انت من ريحه الغالي. عسليه أنا كنت قلت لك مرة ما تجيش تزوريني عشان جوزك ما يزعلش مني، بس أنا رجعت في كلامي يا سلي، رجعت في كلامي وبقول لك تعالي زوريني ولو مرة. ولو مرة واحدة. حاضر حاضر هجيلك، والله العظيم هجيلك. بس أنا لوحدي لوحدي يا سلي. يا حبيبتي جبنا لك احلى هريسه في اسكندريه. مالك يا زينب؟ انت معيطه؟ لا ما تقلقش قوي كده، مفيش. انا بس افتكرت ابويا وامي الله يرحمه. يا ست تعيشي وتفتكري. ربنا يخليك ليا يا رب. بقول لك ايه؟ تعالي. ايه في ايه؟ تعالي بس. استني هنا. خش برجلك اليمين سيده الدوق. انت مجنون يا محروس؟ برجلك اليمين. ماشي. خش على طول هنا. انفخوا الابواب. اقعدي.
انت هتسحر؟ غمض عينك. فتحي. يا لهوي، بتاع مين الذهب ده كله يا محروس؟ بتوع انا وانتي. انا وانتي؟ بس ده كتير قوي. 420 جرام. اصل كان في العشر سنين اللي فاتوا كل ما يجيلي فلوس نشتري ده، ومن النهارده الفلوس دي بتاعت انا وانتي. انا وانت؟ البسي كده في ايدك الكريمه الجميله. ايه الزبده الملوكي ده يا جدعان؟ الله. طب ما فيش هنا اهو. انتي مش هتقلعي الخاتم ده بقى يا زينب؟ لا انا قلت لك لا. ما انت عارف ده بتاع المرحوم ابويا. الله يرحمه. ماشي ماشي. طيب ما شاء الله الجميله. اللهم صل على النبي. يا لهوي، كل دي فلوس؟ بتاعت مين الفلوس دي؟ انت ليه محسن ان انا حرام يا زينب؟ دول 50,000 جنيه اخر قسط بتوع العربيه، ودول بقى هننزل كده نشتري لك ايه؟ 5-6 طقم من غاليين قوي، وكم قميص نوم هونمي، والخلاخيل عليكي. انا عايزك مبسوطه بس يا زينب. ربنا يخليك ليا يا محروس. ولا يحرمني من ضحكتك الحلوه دي ابدا. بقول لك ايه؟ انا اروح اشوي لك دنيسايه. ماشي. طب والهريسه؟ الهريسه نحل بيها بعد الدنيسايه بقى. طب وبعد الهريسه؟ هي دي عايزه كلام. هنقيل شويه. نقيل؟ حاصرين على المطبخ يا وزن. يا لهوي. ماشي يا كبير. اقفش. حلاوه دي يا معلم. رش على البنات. غلط. وبعت لعز. حصل. يا عم انسي. يا عم انسي، قلت لك مره واتنين وعشره شغالني. ده ايه ده، مصروفي ولا ايه؟ مرتبك. اللي عامل بيه ايه؟ جرايه راشه. ما تفك لي لحن دماغك شويه. لما عاوز منك حاجة أطلبها. العبد لله بقى مؤسسة. بدفع مرتبات في الشهر يجي 100,000 جنيه. لمين؟ للي شغالين معايا. حريم، رجالة، جوه وبره. وفيهم بشوات. يا لهوي يا أمسي. ده أنت بقيت مافيا. لسه انا يا دوب حلقه في السلسله وعايز اشبكك جنبي. بس واحده واحده. بونو يا ازاي؟ فين واد ضايع؟ يا ولاد الايه؟ يعني ايه بونو ده يا عم انس؟ هروح اجيب سكر. عادي عادي، انا بحب اقعد معاكي. عادي. غنوة حكيت لي على ليلة الواد راشد وليلة الاسم. كانت ليلة سودة. سودة بقى ولا مش سودة؟ اهو خلاص الغمة اتشالت واحنا بقينا تمام زي الفل وما عليناش أي حاجة. صح ولا مش صح؟ نرجع بقى نشوف شغلنا كده ونشوف اكل عيشنا. انا مش هرقص تاني. لا ما ترقصيش. مين اللي قال ترقصي؟ انا قلت ترقصي؟ انت هتبقي نجمه الكباريه يا ماما، هخليكي نجمه الكباريه. انا في الكارده بقالي 30 سنه، بعون الله شفت كل الرقصات واقدر افرزهم واحده واحده. انما انت شربات، دمك خفيف، لونه، بتعرفي ترقصي، بتعرفي تعملي كل حاجه. اه خلاص. اللي كان راكب على دماغنا اهو نزل وراح وانشكح ووقع من على دماغنا اللي اسمه راشد. عارف راشد ده اللي قالب دماغ الحكومه وبيدوروا عليه وهو بيختفي منهم؟ عارف راشد يبقى مين؟ يبقى مين؟ صبي من صبيان علي جوزي. ما تحكمش بيها علينا يا رب. مش علي ده اللي بين اربع حيطان ومسجون دلوقتي؟ هيخرج. انت ما تعرفش علي. علي ده فتوة، جدع، دمه حامي.
تصدق أنا غلطانة أني رحت اشتغلت عندكم؟ يا رب ما حد يقول له. هعمل إيه بس؟ لولا الحاجة؟ ما هي الحاجة لسه موجودة يا طنط، الحاجة لسه موجودة. بموت في السمارة. بصي يا طنط، عشان أنتِ حبيبتي أنا هعمل معاكي حاجة ما بعملهاش مع حد خالص. أنا هديكي مرة ونص قد اللي طلبتيه. مش انتي قلتي شهري حياتي هتشتغلي معايا وبعد كده خلاص مش هتشتغلي تاني؟ خلاص اشتغلي معايا الشهر، اشتغلي معايا الشهر لغايه ما الاقي حد غيرك يا حبيبتي. انت ما بتسمعش؟ قلت لك مش هرجع ارقص تاني. لا هترقصي يا طنط، هترقصي، هترقصي يا حبيبتي. انا مش فاتح بقاله، انا فاتح محل وداير وناس بتاكل من ورا عيش. وانا مالي؟ ما تنزل من دماغي، انا عندي حاجات عايز اعملها. بصي يا حبيبتي، أنا أقدر بعون الله أخدك كده هيلة بيلة وأشيلك وأرزعك في وسط الكباريه وترقصي ورجلك فوق رقبتك، بس أنا مش هعمل كده. أنا بحبك قوي كمان. أنا هسيبك تاخدي راحتك وتشاوري عقلك وتاخدي كل وقتك وتقومي تعملي لي حاجة بقى عشان أنا ميت من الجوع. حاضر حياتي. حربايه فين؟ مشرفانا جوه، حطها في كيس ورق مع الخزين في الشاي والسكر. دي كانت معاها طول ما هي عندكم هنا، ولقيتها في مصر وعلى الكورنيش وجابتها. انا مش فاهم ده ايه. طب ودي بتعمل بيها ايه؟ انا عارف يا صلاح، قال حلمت بيها ولقيتها وجابتها في الحلم، ولا جابتها في الحقيقه يعني. طب ودي فيها ايه؟ تعرف لؤي ابن حنان بنت عمتي بيربي سحالف وتعابين، مش الحلبية اللي بتتلون دي؟ ايوه يا حاج هي. انا مالي؟ طب وفيها ايه؟ انت خايف منها ولا ايه؟ على فكره دي ما بتاذيش، دي ولا حاجه خالص. طب بقول لك ايه؟ ما تجيب من الاخر كده وتقول لي، انت بتلف وتدور حوالين ايه؟ هي البت فيها عيب؟ لا والله ما فيهاش عيب ولا حاجه. بنت لوزه بس يعني واخداها جد قوي. اتفهمنا في ايه؟ لا انا فهمت خلاص يا حاج. طيب انا هستأذنكم بس خمسة كده، هوصل لحدها واجيلكوا تاني. استني هتقولي لها ايه بس؟ ما تخافش، ده كلام بين الستات وبعضهم. ما تقلقش، هقول لها الكلام طالع مني انا. يلا عن اذنكم. ربنا يجعل البركه على ايدك يا حاج. ان شاء الله يا اخويا باذن الله. ما يجيبها الا ستاتها. حاضر حاضر. اهلا 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 يا حاجه. السلام عليكم. عليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. دي واحده حمر لحمه وجيلي. لا 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 تعالي تعالي، انا عايزاكي كده في كلمتين وهنزل على طول. اصل محروس زمانه على وصوله. لا هو وصل وقاعد مع صلاح بيرغوا شويه. انا بس عايزه اتكلم معاكي كلمتين. خير يا حاجه؟ في ايه؟ هو جوزك بيشتغل ايه؟ السؤال الغريب ده. ايه؟ ايه السؤال الغريب ده؟ يا بنتي ردي عليا وريحيني. بيشتغل سواق تاكسي. يعني صندوق الدنيا. يعني بيورد عليه اشكال والوان. ستات حلوين، بنات امارات، هوانم. يعني لازم اللي تبقى جوه بيته تبقى عينيها في وسط راسها. ما تخلوهوش يفكر في حد تاني غيرها. لازم بقى تبقى هي ايه؟ مركزه معاه. مالك يا بنت؟ متنحه كده ليه؟ انت فاهمه اللي انا بقوله؟ هو كان محروس اشتكالك مني في حاجه؟ لا ابدا. ده بيقول انت نعمه من ربنا، هديه، وانت فعلا ست وزي القمر. بس لازم بقى كمان تدور على راحه جوزها. يعني أنا استغفر الله العظيم يا رب، هي مش عيب بس يعني تدلعه تنخشه ترقص له. بتعرفي ترقصي ولا لا؟ أعرف. أنت فين يا وزة؟
معقوله سايباني ده كله؟ تعملي ايه جوه؟ تعالي ده في اخبار من عيالها. ادي قطرين دخلوا في بعض اهم. واليونسكو الهوى وتهتم علينا، اوعى يا هوى تخبر اهالينا. الحقني يا اخوي، مين سيبه حلك بيا؟ محروس، عايز ايه؟ محروس، الحقني يا اخوي، انا اخوك، الحقني يا محروس، يا محروس، الحاني الحاني يا اخويا، يا محروس في اصل الحاني. ام صباح، ام صباح وقعت من طولها. الحاني تعال، وقعت الحاني، وقعت دلوقتي. ايوه يا ساتر، حصل لها حاجه؟ الطف يا رب، ربك يلطف يا حاجه، ربك يلطف، ربك يلطف، الطف بينا يا رب. هي ما عندهاش استجابه في كل جسمها، وانا ما اكذبش عليك ده شيء يقلق. أنا شاكك إن الحبل الشوكي يكون اتصاب أثناء الوقعة. يعني إيه؟ هتفضل كده طول عمرها ولا إيه؟ أنا ما قلتش كده بالظبط يا حاج، بس إحنا لازم نعمل لها أشعة رنين على العمود الفقري بالكامل، وما أخبيش عليك لازم ننقلها مستشفى كويسة جدا دلوقتي، ويا ريت تكون دلوقتي حالا. شكرا يا دكتور. العفو. خلاص ربنا يخليك يا حبيبي، شكرا يا دكتور. طبعا الو فضل، ماشي الاسعاف. الحقنا، بقول لك حضرتك بكلم الاسعاف، عندنا واحده ست تعبانه قوي يا ابني وكبيره في السن، الحقونا عايزين ننقلها اقرب يا صلاح. استنى بس، هنقول لك دي لازم تتنقل دلوقتي. طب انا الاسعاف قدامها ايه على ما تيجي؟ قول له خلاص خلاص. طب خلاص يا ابني، احنا هننقلها بمعرفتنا، هنتصرف ازاي؟ عبد العزيز قاعد تحت مستني العربيه، انا هتصل بيه دلوقتي خليه يطلع ونجيب كرسي ونحطها احنا الثلاثه ونشيلها. خلي زينب تجهزها بس. صلح يلا، واحد الله خير، اعمل الله خير خير. توفى يا رب. ايوه يا عبد العزيز، اطلع لي دلوقتي حالا حالا، يلا انا في شقه الحاج صلاح. يلا اللي ليا في الدنيا لينا، جهزيها يا بنتي جهزيها. واحد من الاخوه. لا لا صلاح صلاح، امسك نفسك صلاح، تعالى استقبلنا يا زينب. بقول لك انا نسيت المفاتيح فوق، خلي صلاح يخليها معاه. يا عم صلاح. لا يا عم عزيز، ولا بيجيب معاك مفاتيح الشقه نسيتهم. حاضر زينب، بقول لك ايه؟ غطيها كويس للدنيا برد. حاضر يا عم صلاح، على مهلك وانت نازل. يلا يا اخوانا بالراحه، العربيه واقفه بره ولا لا؟ ما تشيل يا ابو عزيز. حاضر يلا، واحده واحده يا رجاله، على مهلك وعليها، على مهلك. افتح الباب. ايه الاخبار؟ اشعتها كلها تمام وعمود الفقر سليم، متهيألي ترجع البيت احسن. يعني ايه ترجع البيت يا دكتور؟ دي مشلوله وما بتتكلمش وما بتنطقش خالص، ارجعها البيت ازاي بالحاله دي يعني؟ امشي بيها ازاي في الشارع؟ وده ازاي دي؟ يا فندم انت ايه ده ارجوك؟ يا فندم ما ينفعش، ما ينفعش الكلام ده، دي تعبانه تعبانه. عارف يعني ايه تعبانه يا دكتور؟ مش معقوله كده، حرام عليك. معلش يا حبيبتي، شده وتعدي وانت ست مؤمنه.
قول يا رب. وممكن دكتور قولي في قلبك يا حبيبتي. يعني ايه تخرج من المستشفى؟ يعني ايه وهي بالحاله؟ حاولي تقولي اي حاجه. ما تتكلمش يا دكتور. معقوله لا يا حبيبتي اعرف ان المستشفى بتعالج؟ انا مش فاهمه منك حاجه. قولي يا دكتور اروح بيها ازاي يعني وهي في الحاله دي؟ لا بتتكلم ولا بتنطق. يا فندم احنا ما قصرناش معاها صدقني. ارجوك اهدى يا دكتور. المستشفى اتعمل عشان يعالج الناس انما مش كده يعني مش بالطريقه دي. معلش يا فندم اهدى اهدى ارجوك. استغفر الله العظيم يا رب. استغفر الله العظيم يا رب. لا يا حاج اهدى الدكتور ما قالش حاجه غلط. ده بيقول ان الحاجه الحمد لله كويسه. ما اني لا اسالك رد الخطا ولكن اسالك رد فيه. استغفر الله العظيم. وحوس فين كل ده؟ حسيت يا ستي. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. لا حول ولا قوه الا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله. ونعم بالله يا أخوي. مش هتكلمني علي بقى؟ فاكرة جوزها قاعد على القهوة ولا إيه؟ مش تستني لما نعرف إذا كان ينفع ولا لأ؟ ده أنا جايب لك عيش توست ولا أنت واخدة على البلد ولا إيه أخبارك؟ صباح الرضا يا كبير البشوات. بعد إذن معاليك مزنوقين في مكالمة لأخويا علي. معلش البركة فيه. المشكلة كده مع جماعته. فيها جواز وطلاق وحضانة و... يعني حوارات كده مش عايزين نشغلك بيها. حبيبي يا عمهم. ربنا يوسع عليك. تسلم لي. مع ألف سلامة. مع السلامة. لما يبقى جنبه هخليك تكلميه. ما نشوف. كل يا اخويا كل. انت عارف انا كنت هروح فين بكره؟ كنت هروح اشوف علي واقول له انك خطفتني واشوف هيعمل فيك ايه. انت مش مصدقني يا فتون. بقول لك قلب عظمه لسانه احضرك هنا. يعني هو عايزني اقعد هنا بين اربع حيطان اكل واشرب وانام زي المعيز؟ الموضوع ده اتقفل. ما اتقفلش. طب حشيشي علي اهو. ايوه يا اخويا. ايوه ايوه تليفون انس. ايوه انا مرات علي وعايزه اكلمه. متشكره يا اخويا ربنا يحفظك. الو. الله الله يا ست الستات. ايوه يا علي وحشتني. لا بجد وحشتني قوي قوي. تكلميني دلوقتي مفتون. اصيله ده انت اجدع مره في الدنيا دي كلها. والله العظيم وحشة ربنا راشد خطفني. خطفني ووداني عند واحد صاحب. انا اللي قلت لراشد يخطفك. عارفه ليه؟ عشان انت ست واطيه وما صمتيش العشره. ده قتل الونش عشانك. قتل الونش عشانك يا واطيه. عارفه يا فتون؟ لو انت قدامي انا كنت هفهمك. انا عارفك واريك زي كف ايدي. بتعيطي؟ انت بتتكلمي من عند أنس صح؟ اسمعي يا فتون وكتاب ربنا لو غبتي عن راشد او غفلتيه ده انا هذبحك. اقول لك لا لا مش هذبحك ده انا هشرب من دمك اول ما اخرج من هنا. فاهمه؟ ماشي يا سيدي الرجالة انا هسمع كلامك. هفضل قاعدة مع صاحبك وابن عمك دول. مش انت عايز كده؟ ولا هجيلك ولا هزورك ولا هتشوفني خالص. هفضل اكلمك في التليفون وكل ما اكلمك يهددني. ديني راشد. شكرا يا سيد الرجالة. مجنونة. أيوة يا علي. إيه ده بس يا علي طيب؟ اسمع يا راشد. فتون ما تغيبش عن عينك. طيب. ما تغيبش عن عينك. اسمع الكلام. طيب. ما تغيبش. يا سيدي بقول لك قدامي إيه ومش هتتحرك من هنا. ما تغيبش وخلاص. طيب 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 يا علي طيب. يلا سلام. ما هو ده ما يرضيش ربنا.
انا افضل قاعده في المغاره دي السنين دي كلها قبل ما ابن عمك يخرج. مين اللي قال كده؟ بس لا سمح الله. علي عايز اطمن عليكي، وانت معايا هتعيشي برنسيسة، هتخرجي وتتفسحي وتعملي كل اللي انت عايزاه. طب ايه رايك في طلعه الاسكندريه؟ مين دول اللي طلعوا اسكندريه؟ انا وانت وفتوه في مصلحه هنخلصها، ناكل اكله سمك جامده ونشم شويه هوا بحر نظيف ونعمل الدماغ ونرجع. هنروح اسكندريه امتى؟ دلوقتي؟ استني بقى يا فتون، ولما هي مصلحه ايه اللي هيطلع فتون معانا؟ ما انت شايفه زهقانه، هنفسحوك يا فتون. انسي ما تقريني فيه ايه؟ انا اللي سايق يا راشد، اطمن. بسم الله الرحمن الرحيم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. مالك بس؟ لا تأخذه سنة ولا نوم. جعتي؟ له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم. يعني. سبق الله العظيم العظيم. عايزة كده؟ يعني إذا كنت عايزة كده ده يبقى إن شاء الله أمره سهل بإذن الله. يا صلاح، أنا شايف إن إحنا نخلص سكة الطب والدواء الأول. ما فيش مانع نمشي في السكتين، يمكن ربنا يسهل بواحدة فيهم إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا محضر لك شوية صدري ويسر لي شوية أكل وحلول عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. لا إله إلا الله. والحمد لله. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. لا. لا أنا ما أقدرش أقول إني حبيته. بس إيه؟ بس لسه بفكر في الحسن. بس هو بيحبني. عيني بتقول كده. ايه انت نمتي وانا بكلمك؟ اصحي اصحي وانا عايش معاه هنا على طول. مش انت مبسوطه معايا هنا؟ تفتكروا اما صباح هتخف؟ كنت عايشه انا واهلي في ليبيا لما الحرب قامت، قلنا ننزل على مصر، واحنا في طريقنا لمصر الضرب اشتغل، بقينا عمالين نجري نستخبى يمين وشمال مش عارفين نروح فين. طلعت عصابه على ابويا واخويا، قتلوهم ذبحوهم قدام عيني، ما بقتش عارفه اعمل ايه بسبب انهم كانوا طالبين فديه، طالبين فلوس وانا ما كانش معانا فلوس ندفعها. محتاجة الخروجة الحلوة دي، ولو إن مش وقتها. والله اللي حصل ده يا زوزو لا كان على بال ولا على خاطر. معلش، حق كلام. إيه اللي أنت بتقوله ده؟ وأنت ذنبك إيه يا محروس؟ ده قضى ربنا. الحمد لله طبعا. بس يعني إحنا ما كملناش شهر جواز، وأنت بدل ما تفرحي دخلت في مستشفيات ودجالين ومتاهات مالهاش اخر. ما تقولش كده، ام صباح دي غاليه عليا وخيرها مغرقني، ان كان يا سيدي على الجواز الايام جايه كتير. ادعي بس ربنا يعافيها. يا رب يا زينب. يا رب. كله عشان رقصت لك. اشكر يا اخويا على الغدوه العسل دي. ده انت كنت بتاكلي في اخر زادك خمسه في عينك، وانت دافع حاجه من جيبك. الا قولوا لي بقى، هي الفسحه خلصت كده؟ خلصت. هسيبكوا ساعتين زمن اروح اقضي مصلحه واجي. سيبنا فين؟ في الشقه. شقه يا انس؟
شايت يا جدع أضخم شقة فيك يا اسكندرية. الله الله، ده صاحبك ده طلع تقيل قوي، ده لسه دافع ست ورقات بمية في الغدا. بتبنى ولا ايه حد يقول الكلام ده؟ يا جدع سيبها تقول اللي هي عايزاه. اهو يلا بينا على الشقة. هنروح للشقة. هو عم صلاح رد عليك؟ يا صلاح بقى بيكنسل عليا. يبقى اكيد على وصول. ممكن. طب خش انت صحي الحاجة خليها تفوق. والنبي خليها، ده انا ما صدقت غمضت عينيها ساعتين. عشان بس ما تصحاش وتتخبط. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اتفضلي يا ست، اتفضلي يا ست. بيتك مطرحك، اتفضلي يا ستي. الحمد لله على السلامة يا حاج. الله يسلمك اخويا. ده محروس اخويا الصغير. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا حاج. ايه يا زينب؟ ام صباح عاملة ايه؟ الحمد لله. انت اسمك زينب؟ اللهم صل على النبي، ده اسم بركة. على اسم ستنا زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. طيب اخش انا اشوفها بعد اذنكم. مالك يا زينب؟ عرسان جداد. بس لسه ما لحقتوش تعرفوا بعض كويس. اتجوزتوا بسرعه قوي. انت عرفت منين؟ حشرة بينسون. ولا لي فحمتين بس خليهم يحمروا قوي. يحضر لك الخير يا عسليه انت. اتفضلي يا ست الكل. بركاتك يا ست، اتفضلي. ايه اللي اتكسر يا زينب؟ 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 ايه اللي حصل يا زينب؟ 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 زينب 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 اللي حصل زينب بيني اغمى عليه قومني قومني محروس. انت وقعت كده ازاي؟ تعالي يا حاج. على مهلك يا زينب، حاسب الازاز. على مهلك. ايه اللي حصل؟ ايه ده؟ ها؟ ايه ده؟ مالك يا زينب؟ سيبني من اوله بقى. مالك؟ انت ليه بتتنفضي كده يا زينب؟ يمكن عشان تخت هشام ما اكلتش طول اليوم. وما اكلتيش ليه يا زينب؟ معلش محروس انا. ما تاكلي يا زينب. انا كويسه. طيب نروح لدكتور؟ اخرج انت للست بره عيب. ما تولع الست يا زينب، انا مش هسيبك. ما ينفعش تسيبها ده لوحدها يا منصور. اخرج لها. يعني انت كويسه؟ انا كويسه والله، مش خاطري اخرج.
يا قوي يا قادر يا قاهر يا منتقم يا ظاهر، انصرني انصرني وقدرني على كل عدو من الجن والإنس. العون 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 العون، احضروا بينوا احضروا بينوا يا معاشر الأرواح الطاهرة الزكية، انزلوا على عمار هذا المكان بالطيبة والهيبة والوقار والسمع والطاعة. يا صاحب اللطف لطفك بينا، والسمع يا صاحب اللطف لطفك بينا، يا صاحب اللطف كرمك علينا يا صاحب اللطف. بارك الله فيكم وعليكم، بارك الله فيكم. مين؟ ديانتك ايه؟ عشيرتك ايه؟ وحدك؟ ايوه يعني قد ايه يعني؟ طب ليه اذيتها؟ ابعد لاذوك، تعال هنا صلاح، ابعد ابعد لاذوك. احمونا احمونا يا لطيف اللطف، احمونا يا لطيف اللطف يا لطيف اللطف يا لطيف اللطف. يا لطيف اللطف اطلبينا في مكرمك، يا لطيف اللطف اطلبينا في مكرمك يوم قدير، يا لطيف اللطف يا لطيف اللطف يا لطيف اللطف. يعني انت اللي مكتفين اجداد قوي وغضبانين عشان وقعت على واحد فيهم. طب هنعمل ايه بقى في المصيبه السودة دي؟ انا عندي اللي صالحنا عليهم، بس عقبال ما استدعيهم نتفق فيها كام يوم كده. غضبانين ايه ووقعت على حد؟ انا مش مصدق الكلام ده صراحه. ما احنا البني ادمين كده جهله، ما بنصدقش اللي بنشوفه بعينينا. طب يا ستي عشان يحصل اللي انت بتقولي عليه ده ويتم الصلح مع الجماعه دول، ايه المطلوب؟ عايزه بخور بس غالي شويه، ب 5000 جنيه ليه؟ اقول لك عليه وجيبه انت ماشي، تديني فلوس واجيبه انا ماشي، اللي انت عاوزه. طب انا عندي حل كويس، أدي لحضرتك دلوقتي 3000 جنيه ولما يكمل المبلغ أكملهم لك الخمسة. تبقى تجيب أنت البخور، دي حاجات غالية وتمنها بيدفع مقدم، أنا لسه ما اتكلمتش على أي فلوس ليا. خلاص يا حاجة صلاح، اديني دقيقة أروح أجيب لك 5000 جنيه. أنا هاجي معاك يا محروس. استنى أنت، بص على مراتك. هي أم صباح خير إن شاء الله. مبروك عليك الجوازة التانية يا عسلية. أبو سيدك يا كوثر ما توضحنيش. خمار، بسم الله ما شاء الله. إيه الجبروت ده يا بت؟ تتجوزي واحد وإنت على ذمة التاني؟ اسكتي يا كوثر اسكتي. إنت هربتي لما راشد قتل الونش؟ اسكتي، بقولك اسكتي. هسكت بس قوليلي، الناس دي دافية ومعاها فلوس؟ ما أنت هتاخدي 5000 جنيه. عايزة ايه تاني؟ الخمس تلاف دول علاج سلفتك، اما علاجك انت بقى فمعايا انا بخمسة وعشرين الف جنيه يا حبيبتي. علاج ايه؟ علاج ايه؟ علاج الفضيحة اللي هعملها لك قصادنا سايبك الجداد يا عسلية. انا هجيب لك 25000 جنيه منين؟ من جهنم، انا مالي؟ استني عليا اسبوعين بس، هضحك عليه باي كلام عشان اجيب لك المبلغ. اسبوع ولو ما جبتيش الفلوس يا حبيبه قلبي هقول له جوزك على المستخبي كله يا عسليه. انا اول مره اعرف ان في بخور ب 5000 جنيه. يلا المهم توقف على رجليها للسلام. بس عارفه يا زينب، الست اللي اسمها كوثر دي خطيره جدا والله. شفت عرفت ازاي ان احنا متجوزين جديد؟ ست عجيبه جدا. ولا شفت لما كانت بتتكلم مع الجماعه اللي لابسينهم صباح؟
لا 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 لا، الحكاية بجد. الست دي بتعرف صح ولا ايه؟ ممكن. مالك يا زينب؟ انت تعبانه؟ انا ممكن اقعد النهارده ما انزلش. لا لا، روح شوف راك ايه. ده ربنا سبحانه وتعالى قال: وكل اعماله فسيرى الله اعمالكم ورسوله والمؤمنون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. طيب انا مش هغيب عموما، هدفع بس تامين العربيه وتاني جاي. انت هتروح لام صباح؟ انا هحضر الغدا الاول واروح لها. طيب محروس، خد بالك من نفسك بقى. حاضر. انا عايزك انت اللي تاخدي بالك من نفسك. حبيبتي الحمد لله يا رب رزقتني بملكة جمال وعندها الإيمان ده كله في قلبها. طب أعمل إيه؟ وأروح فين؟ ربنا يخليك ليا يا زوزو. يخليك يا محبس. أقولك معايا هريسة؟ حبيبتي يلا. شفتي؟ نسيت المفاتيح. انت اللي يبص في عينك ينسى نفسه. يلا حبيبتي، السلام عليكم. زينب، زوزو، انت فين يا قطتي؟ حاجة زينب، زفت. زينب، 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 زينب،
اسأل عليها مين؟ دي ضايعة ملهاش حد كده يا زينب. كده يا زينب اتوحد الله يا اسطى، ما يمكن كل الظن ده يطلع غلط وترجع. هي ممكن ترجع؟ لو هترجع تاخد فلوسي ودهبي ليه؟ هي ممكن ترجع صلاح. ما ترد عليا يا صلاح، انت تقعد تسبح اليوم كله. استغفر الله العظيم، اتوب اليك يا رب العالمين. انا مش عارف النصايب بتحدف علينا من كل ناحيه كده ليه؟ ليه بس كده يا رب؟ ليه بس كده؟ استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. يعني ايه؟ طب والحجاب؟ والادب؟ والتقى؟ والصلاة دي خلتنا أصلي يا صلاح. أنا بقيت أصلي وبطلت أبير. ليه يحصل معايا كل ده يا صلاح؟ وكل ده كان إيه يا صلاح؟ نصيب كيت؟ النصيب. كانت بتشتغلني يا اسطى، ده معداش على نزولها ساعتين تلاتة. يعني استنى شوية. لا تستنى، ده إيه؟ ما تستنى. طب أعمل إيه؟ ما تعملش حاجة، ده دلوقتي حالا تروح القسم تقول لهم انها سرقت الذهب والفلوس. يلا بسرعه يا صلاح قبل الوقت ما يفوتنا. طيب ولما تسال هي مين ومنين نقول لهم ايه؟ بقول لك ايه، اوعى اوعى تقول لهم ان احنا عملنا لها بطاقه او شهاده ميلاد بالاسم اللي هي قالت عليه. اوعى لنروح كلنا في داهيه. انت هو ده اللي شاغل بالك يا صلاح؟ اه. نقول لهم ايه؟ ما احنا مش ناقصين نصايب على النصيبه اللي احنا فيها ده. ايه؟ هي ممكن ما يطلعش اسمها زينب اصلا؟ الغريبه اللي ما كانش باين عليها. لا 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 لا، انا في كابوس. ده كابوس، ده مش حقيقي. ليه كده يا زينب؟ ليه يا زينب؟ انا عملت لك ايه؟ الطف بيه يا رب. ده ما انه اتجنن يا عم صلاح. الطف بيه يا رب، ربنا يلطف بيه. بقى دي اخرة المعروف اللي احنا عملناها معانا؟ يترد علينا كده بشر؟ لا حول ولا قوة الا بالله. ربنا ينجينا من الدنيا الظلمة دي، من الناس الظلمة دول. حول ولا قوة الا بالله. مش هترجع صراحة، مش هترجع. خدتها معايا. هي خدت ايه تاني غير الذهب والفلوس؟ الحرباية.